السلام عليكم، معكم الياس افوكا الجيريان عايش في بلجيك. جينا هنا على جال واش يصرى في بلادنا. هذا لا ريفولوسيون، ليفولوسيون تاع الجزائر، شعب الجزائر والشباب اللي مقيمين بها. كي كنا نتبعوا حنا كنا نتبعوا بكل شغف واش يصرى في بلادنا، وقلبنا يتحرك على البلاد باسكو عندك عايشين في الخربه ونشوفوا حاجه كي نوز انتيغاس. عندك ما قدرناش نرقدوا دوك الايامات. جي بري لا ديسيزيون دو ليسي تو، نسي خليت كلش وجيت لهنا البلاد وجينا هنايا. راه دوكا رانا نعملوا باش نشوفوا هاد الريفوليسيون كيش تمشي كيش تصير، ونمدوا بينا المثل بارتو في العالم. عطينا حتى حد الشعب الجزائري وخرجنا بلي حنا نسوم ان باب ريفوليسيونير طوري. وانا شادي حاجه تشرف بلادنا وتشرف الشبيبه تاعنا. حنا جينا باش نشاركوا في هاد الحراك ولا هاد الموفمون اللي صار في بلادنا، لحاجه اللي كانت حاجه نسناوها دوبي دي زاني من عام. رانا جيت باش نساند اخواننا المحامين باسكو المحامي درنا معاهم اجتماعات ومشاو للسوري ومشاو لكل مكان. شفت باللي كان واحد الانيسياتيف داروها ولاد حومتي. كنشكر رياض حمزه وياسين، عرضوني جينا دينا هنا في هذا المكان انا حاضرين فيه، خاطش وقعوا هنا بزاف مشاكل. وحنا شفنا باللي راهم يصراو دي ديباسمون بعد المسيره. جبنا درنا عملنا قمنا ترافاي دو سونسيبيليزاسيون مع الشعب مع السكان الحي، دي دوش مورات دي بيسي خاطش احياء اللي تقاسوا لي مانيفيستاسيون. ابري لا مانيفيستاسيون صافي من 5 ونص تاع العشيه، راني نقول لكم 5 ونص تاع العشيه من الفوق، يجوا عباد كانوا يكسروا يخربوا املاك الشعب املاك الدوله. يديرونا هنا مشاكل وهادو ما كلش. حنا درنا ان جروب، هاد جروب تاع سكان الحي فيها كل شرائح الحي، كل شباب عباد كبار، درنا باش نحمو الحي تاعنا. وهاد اللي اسمه حمينا الحي تاعنا الحمد لله، درنا زوج سمانات كونسيكيتيف زوج جمعات، ما كانش عندنا حتى مشكل، ما تيرت حتى حجره، حتى واحد ما تبليصه، حتى واحد منا. قدرنا ننظموا الشباب ودت ليكسبيريونس اللي عندي باش ننظموا هاد الشباب وليكسبيريونس تاع الناس. نظمنا الشباب، عملنا دي غاساغ، عملنا حاجات بزاف. فلان ينعوف قديمه، فلان ينعوف سلميه باش يكون هذا، باش نفهم الشباب تاعنا. هذا انا عايشين عرس كبير، الجزائر تعرف عرس كبير، وهذا العرس ان شاء الله يدوم وان شاء الله يكون فيه ان شاء الله حاجات يجونا ما خير بالشبيبه هذه باش تتحرر وتكون حاجه كبيره، كما دار اخونا الشهيد العبي بن مهيدي، كما دار عبد رمضان، كما دار. عندي واحد الميساج تريز امبورتون بعثو لخوتنا، نقول لكم باللي هذه المسيره راح يطولوا، راح يكون انا مادا بيا تكونوا متحدين منظمين سلميين وسوي فيجيلون تاني. بالكم من ذاك كاين ناس حاب يفسدونا العرس هذا، فهمت؟ ردوا بالكم، ردوا بالكم، خاطش الجزائر هذه امانه، خلاها لنا بن مهيدي اللي ما عندوش ولاد، انتم ولادو. دي دوش مورد ما كانش عنده ولادو، حنا 40 مليون ولادو. حنا هما شباب اللي حيقبض الجزائر الغد، حنا هما شباب نحن بنود بلادنا، حنا راح نديروا دولة القانون، حنا هما شباب، حنا كاع شعب جزائري كاع في صفة واحدة، كي سوا قاري، محامي، طبيب، دي كادر، موظف عادي، شومور، حنا مادا بينا تحبس الحراقة، تحبس كلش، مادا بينا الجزائر تكون أحسن بلدان، كما يقول القروابي الجزائر زين بلدان. وهذه هي هذه أمانة، ونقول كاع الجزائريين اللي عايشين في الخارج كيما أنايا يجوا يساهموا هنا والهيك. أنا خاطش دوكا راني رايح هاد لا سومان، قعدت 3 سومان، لا سومان بخوش إن شاء الله راني رايح ندير قدام لونيون أوروبيان في بروكسل، وأنا راح ندير تاني نهبط لباري بلاس ريبيبليك تاني نعيط ونصرخ ونضرب على بلادي، خاطش هذه بلادنا وهذه أمانة في العنق تاعنا. السلام عليكم.